أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الزوف فقال يا فاطمة اتني بالكساء يماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذ وجهه يطال نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ذاتا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ذاتا وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وكاك نائمان تحت الكساء. فأذني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ذاتا وإذا بي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم هو ما ولدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا من اختاره الله تعزن لي أن أدخل معكم تحت هذا القضاء قال نعم قد أذنت لك فدخل لي معهم تحت القضاء محمد وآل محمد قال فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نول قصايا وقلت السلام عليك يا بتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا القضاء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت القضاء صلى الله محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اقتمننا جميعا تحت القضاء قال الله اعلم يا ملائكة والسكان والسماوات والعزة وجلال إني ما خلقت سماما منيدا ولا أرضا مديدا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار صل على محمد وآل محمد فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت القضاء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة وهم فاطمة أبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبريل وأقبل النبي الكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا ليجكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا القصاء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت القصاء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد وآل محمد فقال عليه السلام يا رسول الله اكبرني ما لجلوسنا هذا تحت القضاء من الفضل عند الله تعالى فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نزيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الارض وفي جم من شيتنا محبين الا ونزلت رحم عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لأن يتفرقوا صلوات فقال عليهم السلام عز الله فوزنا وشوزنا وكذلك شويتنا فاجو صدور رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نزيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفله على الأرض وفي جم من شيئتنا وفي إمام إلا فرد الله عم ولا مقم إلا وكسف الله غم ولا طالب حاجته إلا وكج الله حاجته فقال لنزم الله فوزنا وشهدنا وكذلك شيئتنا فاجو سد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الآلاء وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وارے لازو واسطہ اس میں نن پاک کا اس قلیل سے بعد قبول فرما ماوت جہاں جہاں شیان علم کی جان مال عزت آبرو کی ہے فرما پروردگار سے واسطہ محمد والے محمد کرو روضہ مقدس کی حفاظت فرما جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اپنے آخری حجت امام زمانہ ظہور میں تعزیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما